لبس دور باتمان وسلم صديقه للشرطة. ارسل دكاش والتفاصيل. يبدو أنه في كتير ناس بتتأثر بالأفلام والقصص الخرافية. هالأمر أوقات بيكون كتير منيح، خصوصاً إذا الشخصيات المتأثرين فيها هن أبطال بيساعدوا الناس على الشعور بالأمان وبيخذولن حقهم، مثل باتمان أو المعروف كمان بالرجل الوطواط، الشخصية السينمائية الشهيرة. هالأمر ترجمه أحد الأشخاص الغامضين يلي لبس بدلة باتمان وسلم رجل مطلوب بعدد من التهم إلى الشرطة. كاميرا مراقبة أمنية أظهرت لقطات لهالرجل يلي لبس هالشخصية بكل معنى كلمة، هو عم بيسلم الرجل المشتبه فيه إلى مركز الشرطة بمنطقة شمال بريطانيا، وتم التأكيد أنه المشتبه فيه اعتقل وتم اتهامه بالتعامل ببضائع مسروقة وارتكاب جرائم احتيال. أما الرجل المتقمص شخصية باتمان فسلمه واختفى من دون ما يترك اسمه. لكن المفاجأة الكبيرة بالموضوع هي أنه كل هالخبرية طلعت مسحة، فبعد يوم من تصدر عناوين الأخبار لشهامته تبين أنه هل باتمان المزيف اسمه ستان، وهو عامل توصيل طلبات إلى المنازل، وبما أنه صديقه للمشتبه فيه قرر أنه يعمل مسحة ويقدم له دعم معنوي لا يعترف بجرائمه. خلينا نتذكر أنه أول فيلم لباتمان انطلق عام 1989، أخرجه تيم بيرتون، وهو مبني على شخصية كرتونية حملت نفس الاسم. أبطال الموفي كانوا مايكل كيتون، جاك نيكلسون، وكيم بيزينجر، على أمل أنه كل الأشخاص يتأثروا فعلا بالشخصيات البطولية ويتمثلوا فيهم لخير البشرية.